لا هي تجربة شعرية أولى بالنسبة للقراء، بس هلا أنا من زمان كثير بكتب شعر وكل اللي حوالي تقريبا بيقروا هذا الشعر، فنوعا ما كانت كثير صعبة. كانت صعبة بقصص العلاقة بإنه الكتاب رح يكون مقروء ما رح يكون مقروء وشو ردة فعل الناس عليه و و و شوي 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 هي تجربة حلوة مهضومة. منقول من أبعد نقطة جغرافية هنا دمشق، مراحم الثورات الشتائية والحريات الحديدية هنا دمشق، من فوهات البنادق المقاومة والنفوس المحاربة هنا دمشق، من حنجرة تصدح بأغنية وأنامل ترسم وجه الفتاة الأمنية هنا دمشق، هنا رسالة السماء وموطن الإباء وحضارة الأجداد وملتقى الأحباء، هنا حيث تشم في كل زقاق رائحة الياسمينية.